الوالي سعيد وزير وضيوف الشرف اللي حاضرين معنا خصيصا اليوم باش نفرحوا بكم باش نفرحوا بالخيالة ومساكنة دنيين. يلا شنو تقدموا لنا فرقة الحصاد؟ دار سيدي انتما عندكم الخيل مزيان. احنا اللي عندنا الخيل كثر. انتما اللي كتربحوا دائما دائما احنا هما اللي كنربحوا. شنو كرسان وديك كرسان يا ولدي مع الله الله يرحمه مسكين. هذا العام تشرفينا خيل تشرفينا امتاع الحضور والجمهور الكريم. وطبعا حتى يكونوا فخورين بالمنطقه ديالهم وبالصربه ديالهم اللي كيفوزوا نهايات الاحصائيات ونهايه هذه اللعبه. الفرقه اللي كانت تفوز وتكون حريصه على انها تدي مقطع الخياله. شكرا سي محمد مدد اللي قال يلا يلا خلاص عندي Oh!
شنو دورتوا؟ شنو الصوربة؟ دار السعيدي. دار السعيدي؟ نعم. انتم عندكم الخيل مزيان. احنا اللي عندنا الخيل. انتم اللي كتربحوا دائما. دائما احنا هما اللي كنربحوا. شنو كرسان وديك؟ كرسان يا الله يهدي بالعدل الله يرحمه مسكين. هو ولد بلادنا. هذا العام. تشرفينا خاي تشرفينا. دعمكم. السيد الوالي، السيدة العمدة، ممثلي اللي حاضرين معنا طبعا من كل الجهات مشكورين. شكرا للوفد الافريقي اللي حضر معنا بهذا الدوره. شكرا للخياله وفرقه الحصاده، ومن هذا المنبر كنتوجه تحيه خاصه للسيده نبيله بركه على كل ناجح. تحيه لكل الخياله الفرسان الشجعان اللي كيتميزوا بالحب ديالهم وارتباطهم بهذه اللعبه الاصيله اللي هي ماطا، والتشبث ديالهم بهذه اللعبه وكيف سحروا بها افتخار كبير. وحاضرين في كل فعاليات المهرجان نطلع على سيدي عبد الطيب. واحد الصلاه والسلام الخياله رحمه الله. Yeah!
مرحبا بكل الخياله اللي هما كيستعدوا لهذا الاداء، اختتام فعاليات المهرجان واختتام اقصائيات لعبه ماطا اللي واجده الان باش نتعرفوا على الفائز. كانت هذه اللعبه او الاقصائيات مده 3 ايام اللي ميزت فعاليات المهرجان في الدوره العاشره تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره ضد ماطا اللي باقيين في مهرجان ماطا تشبتين بها طقوس الحناء الخاصة بالعروسة ماطا كانت واجدة باش واحد من الخيالة أو القبيلة اللي غادي تفوز باللقب في الدورة العاشرة. كاينة واحد المنافسة كنأكد عليها أنها شريفة وبروح رياضية الخيالة. الدرايل اخرين فين هما؟ بوحدي انا. وتنطلق الاحصائيات على بركة الله. نهائيات اللعبة اللي غادي نتعرفوا فيها على فريق على الفائز. مجموعة من المناطق الجبلية من اجل امتاع الحضور والجمهور الكريم. وطبعا بحال كيكونوا فخورين بالمنطقه ديالهم وبالصربه ديالهم اللي كيفوزوا نهايه الاحصائيات او نهايه اللعبه. الفرقه اللي كانت تفوز او تكون حريصه على انها تدي ماطا الخياله. شكرا سي محمد مدن اللي كان الخيالة كينصبوا من أجل ماطا ومن أجل إبراز القدرات والمواهب الخاصة بالفروسية اللي هي صلب الموضوع والهدف.